فهذا الذي ذكرناه من الصفات هو بعض الصفات التي يجب اعتقادها في الأنبياء عليهم السلام، ووراء ذلك صفات أخرى، والضابط لها أن كل خلة حميدة كالبر والصلة والجود والفطنة والصلاح والصبر وغير ذلك فهي متحققة فيهم عليه السلام، بل لهم منها أوفر الحظ والنصيب، وأن كل خصلة ذميمة كالقطيعة والبخل والغل والحسد وغير ذلك فهم أبعد ما يكون عنها عليهم الصلاة والسلام. هناك صفات يجب على المسلم أن يؤمن بتحققها في أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، فمن ذلك أولاً الذكورة، يعني أن النبي من الأنبياء لا يكون إلا رجلاً، فلا تكون النبوة في النساء، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم، ولأن المرأة ضعيفة، ضعيفة البدن وناقصة العقل، ومقام النبوة عظيم خطير جليل ثقيل الحمل لا تقوى عليه النساء، ولأن النبي من الأنبياء يخالط رجال أمته ويسافر معهم ويصلي بهم ويقودهم في الجهاد ويقضي بينهم في المنازعات، وكل هذا لا يتأتى في المرأة. وقد حكى أبو بكر الباقلاني وأبو يعلى وإمام الحرمين وغيرهم رحمهم الله حكوا الإجماع على أنه ليس في النساء نبية. وأما قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، فمعناه ألهمنا، وليس معناه الوحي جبريل يأتي بشريعة يوحي إليها، لا، وأوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها. وقوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، الملائكة كلمتها، فلا يدل على أن مريم أنها نبية، لأن كلام ملك أو بعض الملائكة لبشر لا يدل وحده على أنه نبي. ففي صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، يعني في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا، فقال له يعني على صورة رجل، ملك على صورة رجل، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة عليه تربها؟ يعني عندك مصلحة تزوره لأجل هذه المصلحة وتحفظها وتبقيها؟ فقال: لا. فقال: لا غير أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. الحديث في صحيح مسلم. فهل هذا الرجل نبي؟ ليس نبيا، هذا الرجل ليس نبيا، مع أن الملك كلمه، فليس شرطا إذا كلمه ملك أن الإنسان إذا كلمه ملك أن يكون نبيا، بل لا بد من الشروط التي سبق ذكرها. الأمر الثاني من الصفات التي يجب اعتقادها في الرسل والأنبياء عليهم السلام شرف النسب، فالأنبياء كلهم يبعثون في أشرف نسب في قومهم. وفي الصحيحين في قصة أبي سفيان رضي الله عنه وقيصر الروم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم أبو سفيان، وذلك بعد غزوة الحديبية، وجاء فيه: الرسل تبعث في نسب قومها، وفي رواية: الرسل تبعث في أحساب قومها، أي أعلاها حسبا ونسبا. قال النووي رحمه الله تعالى: الحكمة في ذلك، يعني في كون النبي من الأنبياء في أشرف نسب لقومه، الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له. ثالثا: السلامة من الأمراض المنفرة مثل العمى والصمم والخرس والبرص والجذام والشلل في اليدين أو الرجلين ونحو ذلك من الأمراض والعيوب التي تنفر الناس منهم، فهذه لا بد أن يكونوا سالمين منهم. والسبب في هذا
أن الأنبياء عليهم السلام هم رسل الله، جاءوا يبلغون دين الله، وهم لابد إذن أن يخالطوا الناس، فهم إذن محتاجون إلى مخالطة الخلق وإلى استجلاب القلوب إلى دعوتهم والاقتداء الناس بأفعالهم وأقوالهم، فيحتاجون مع هذا السلامة من هذه العيوب التي ذكرناها. رابعاً الصدق والأمانة، وذلك أن الرسل عليهم السلام هم الواسطة بين الله وخلقه، فلا يمكن أن يكون نبي من الأنبياء كاذباً أو خائناً، حاشاهم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا قال سبحانه: وما كان لنبي أن يغل. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني بعد ما ينتصر المسلمون على المشركين في المعركة ويأخذ الغنائم، إذا أخذ الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلولا. وفي قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع قيصر الروم في حديث الطويل، جاء فيه أن قيصر قال لأبي سفيان، وذلك قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. ثم قال قيصر في آخر القصة: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وفي نفس السياق قال: وكذلك الرسل لا تغدر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فمن لازم صفة الأمانة تمام التبليغ لدين الله. فالمسلم يعتقد أن جميع الأنبياء والرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده. فهذا الذي ذكرناه من الصفات هو بعض الصفات التي يجب اعتقادها في الأنبياء عليهم السلام، ووراء ذلك صفات أخرى، والضابط لها أن كل خلة حميدة كالبر والصلة والجود والفطنة والصلاح والصبر وغير ذلك فهي متحققة فيهم عليه السلام، بل لهم منها أوفر الحظ والنصيب. وأن كل خصلة ذميمة كالقطيعة والبخل والغل والحسد وغير ذلك فهم أبعد ما يكون عنها عليهم الصلاة والسلام.